شنو شفت انت؟ قال ميتي. الله يا الله عفا بنا الاعداء، ناديت يا الله مخاب فيك رجاء. الحمد لله، هذه من الفطرة. شوف الفطرة، قضية الفلسطينية مو بس خاصة للكبار، حتى الصغار ترف قلوبهم على هذه الضحايا والقتلة والجرحى اللي كل يوم قاعد نشوفهم مئات. والله شفتي هال، في واحد تيك يمشي كيشوف جنات اللي هول ميتين مكتوب اساميهم، وصراحة اثرت فيه شوية لما كان شفت مقاطع وايد وقاعد اكون اطفال فلسطين وايد يخصفون فلسطين ومحتلينها، فبوصل نصيحة حقهم ان شاء الله تتحرر باسرع وقت ممكن. ارض محتلة من 75 عام، والحين قاعد تصير مجزرة في فلسطين، قاعد يذبحون الاطفال والكبار السن. الله ينصرهم ان شاء الله، واحنا راح ندعمهم. دولة اسمها اسرائيل، واسرائيل يعني اسرائيل تروح يعني اسم، ما في شيء اسمه اسرائيل، فلسطين تكون شو اسمها امنه وما فيها حرب ولا اشياء. صحي ضمير الناس.